سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. منذ فجر التاريخ والإنسان يتدرج في التعرف على محيطه واكتشاف الحياة من حوله، فنمت معارفه جيلاً بعد جيل، وتطور إدراكه وتعددت مصادر الفهم والتحصيل، فامتلك ناصية التكنولوجيا وابتكر أدق أجهزة البحث العلمي في الدنيا، وتمكن من حشد جيوش الباحثين في شتى الآفاق يدققون ويسبرون الأعماق ويتعرفون على أغوار الأرض والسماء ويكشفون أسرار وخواص الأشياء ويلقون على كل المجاهيل فيض ضياء، يميطون اللثام عن الأسرار المحجوبة ويفضحون خبايا النفس البشرية الأعجوبة، يجمعون المقدمات ويصلون النتائج في رحلة استكشافية طويلة أبهرت بتجلياتها من سار في دروب البحث العلمي. كانت المعجزة الخالدة والحقيقة الكبرى أن القرآن العظيم والسنة النبوية العطرة قد سبقا في إعطاء نتائج كل هاتيك الجهود والبحوث العميقة المضنية، وذكرا جميع تلك الحقائق الكونية المكتشفة في آية من قرآن أو حديث من سنة. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فما هو الإعجاز العلمي؟ الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيراً، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. تبلورت الفكرة في وحدة للإعجاز العلمي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، حيث تتوفر تخصصات علمية في مختلف العلوم، ثم تبنت رابطة العالم الإسلامي هذه الفكرة بعد عرض الموضوع على الدورة التاسعة للمجلس الأعلى العالمي للمساجد، والذي أصدر قراراً في الدورة الحادية عشرة عام 1406 للهجرة بإنشاء هيئة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ثم تحولت إلى الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بقرار المجلس التأسيسي للرابطة في دورته 37. أهداف الهيئة: وضع القواعد والمناهج وطرق البحث العلمي التي تضبط الاجتهادات في بيان الإعجاز العلمي للقرآن والسنة. الكشف عن دقائق معاني الآيات في كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالعلوم الكونية في ضوء الكشوف العلمية الحديثة وأصول التفسير ووجوه الدلالة اللغوية ومقاصد الشريعة الإسلامية دون تكلف. ربط العلوم الكونية بالحقائق الإيمانية وإدخال مفهوم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ضمن منهاج التعليم في شتى مؤسساته ومراحله.
الدعوة إلى إعداد جيل من العلماء الباحثين لدراسة المسائل العلمية والحقائق الكونية في ضوء ما ثبت في القرآن والسنة. توجيه برامج الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لإمداد الدعاة والإعلاميين في العالم أفراداً ومؤسسات بالأبحاث المعتمدة للانتفاع بها كلاً في مجاله. تنسيق الجهود المبذولة في العالم في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والتعاون مع المؤسسات والمراكز ذات الاختصاص. نشر هذه الأبحاث بين الناس بصورة تتناسب مع مستوياتهم العلمية والثقافية وترجمة ذلك إلى لغات المسلمين المشهورة وإلى اللغات الحية في العالم. حققت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة طيلة مسيرتها المباركة إنجازات كثيرة متميزة، ففي مجال المؤتمرات والندوات العلمية أقامت الهيئة العالمية عدداً من المؤتمرات والندوات واللقاءات الفكرية العالمية، كما شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الأخرى وتركت أبلغ الأثر وأسماه، منها المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدبي الإمارات العربية المتحدة سنة 25/400 للهجرة الموافق للسنة الرابعة بعد 2000 للميلاد، المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة الكويت سنة 27/400 للهجرة الموافق للسنة السادسة بعد 2000 للميلاد، المؤتمر العالمي التاسع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالجمهورية الجزائرية سنة 29/400 للهجرة الموافق للسنة الثامنة بعد 2000 للميلاد، كما أصدرت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة عدداً من الكتب والمجلات والأشرطة. فمن الكتب كتاب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهو منهاج تدريس جامعي من تأليف وإعداد الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح والدكتور عبد الجواد الصاوي بمشاركة عدد من الأساتذة الدكاترة المرموقين، ومن المجلات مجلة الإعجاز العلمي التي تعتبر من أهم إصدارات الهيئة، وهي تنشر بحوث الإعجاز العلمي والتفسير العلمي وكل ما له علاقة بخطها الفكري العلمي القرآني، وكذا مجلة الحقيقة الإخبارية، وعدداً من الأشرطة التي سجلت مختلف المؤتمرات والندوات والإسهامات العلمية في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ومن الذين انبهروا بمعجزات السبق العلمي في القرآن والسنة فأنطقهم الله بالشهادتين. لا إله محمد دون رسول لولا. So I accepted there is God. I said أشهد أن لا إله إلا الله. وبذلك أدرك أن هناك إلها وشهد الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ونطقت بالشهادتين وأصبحت بذلك مسلمة. وهذا غيظ من فيض. لسان الدعوة إلى الله في هذا الزمان، زمن التقدم العلمي
والاكتشافات التي صارت مضمار سباق عالمي يومي، وإقامة الحجة على العالمين، ورسم محجة النجاة البيضاء للناس أجمعين، بما في هذا القرآن المبين وسنة خاتم المرسلين، من إشارات ودلالات تصريحية أو تلميحية، إلى كم هائل من الحقائق العلمية سبق بها هذا الدين جحافل العلماء والباحثين منذ أكثر من 1400 من السنين. والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة تسعى جاهدة مجتهدة لإيصال هذه الرسالة إلى الناس جميعاً وفق منهجنا القرآني الحكيم. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نريد أن نصل بالعالم إلى فهم صحيح وواضح لما في القرآن والسنة من إعجاز علمي يثبت صحة رسالة الإسلام وصدق نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.